فشل لا يبشر بخير. هذا ما وصف به منسق البعثة الأممية في ليبيا نتيجة 5 أيام متواصلة من الحوار السياسي الليبي في جنيف. فلا اتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات. كل طرف يبي يحط في الاتفاق هذا ما يضمن هو بقاءه أو ما يضمن تواجده على الساحة، أيضا ما يقصي الطرف الآخر، ما يقصي الطرف الآخر، بالتالي هنا لن يكون هناك تقارب. حرب التصريحات والتصريحات الملوحة بالحرب تعود مجددا. رئيس المجلس الأعلى للدولة يتهم خليفة حفتر بعرقلة المسار السياسي، ليهدد الأخير بأنه مستعد لتحرير العاصمة من الإرهابيين والمجرمين وفق تعبيره إذا لم يتم الاتفاق بشأن الانتخابات. يبدو أن هذا ما يرنو إليه الرجل، إما أن أدخل الانتخابات عن طريق القاعدة الدستورية المؤقتة أو إعلان حرب أخرى مجددة، وهو ما يتطلب تدخلا دوليا حاسما. دوليا عبر المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند عن أمله في أن يعيد المجتمعون في ملتقى الحوار السياسي العمل للتوصل إلى صيغة تكفل 7 ملايين ليبي التعبير عن رأيهم في رسم مستقبل بلادهم، مطلب تكرر على لسان رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة وعلى لسان كثير من السياسيين الليبيين، مطلب إن لم يتحقق سريعا فإن استحقاق الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل لن يكون ممكنا. حالة من الضبابية تخيم من جديد على المشهد السياسي الليبي، 6 أشهر تفصل البلاد على موعد الانتخابات، لكن فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية لها قد يفتح الباب مجددا أمام الأزمة السياسية والعسكرية، وقد يحول دون إجراء الانتخابات في موعدها. إبراهيم العبدلي، العربي، طرابلس.